اللي يفعلها رونالدو، اللي يفعلها البومبر، اللي يعتبر أسطورة. حوار لويس ورونالدو. جدار دفاعي بثلاثة لاعبين لفريق الهلال. رونالدو الجدار يصد ويرد. غنم سيكو فوفانا يوزع. رونالدو بالراس، رونالدو بالراس. نجم الدفاع لفريق نابولي سابقا وتشيلسي امام رونالدو. يكون الانذار في الانتظار. علي البني والسلطان الدوسري كابتن نادي الهلال روبن نيفيز. مالكوم رائع الكرة. مالكوم يوزع كرة جول، كرة جول. ميشيل ديلجادو الهلال بنورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو. واحد واحد. الله 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 عليك يا إلهي، دائما في العالم بنجوم العالمية. سافيتش والإصابة مرة أخرى تتال الحارس العويس. غليان بركان في مدرجات الملعب بالألوان الهلالية. لويس كاسترو. هل هي لمالكوم أم للعمري؟ العمري خليها يا ورقة. الحمرا الحمرا بالفار تشيك الريد كارد. عمري يغادر للورقة الحمراء. اصفرت احمرت. المصائب لا تاتي فرادى. النصر متخلف بهدف لصفر ويلعب المنقوص العدد انطلاقا من الان في الدقيقه 71. وار كوليبالي ورونالدو حوار الأقوياء، حوار العمالقة. كرة معنويا الآن رونالدو. هنالك رأي، هنالك رأي. أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو. لا يهدأ له بال. هذه هي قيمة وهمة الرجال. ليس أسطورة من فراغ. خرج كرة بالشباك بطريقة عالمية أمام رونالدو. هذه الإعادة. كونان أو غريب حذر رونالدو اللي حط الكرة بالشباك. لولا على البلاي رجع كرة للنصر. كونان جول غريبة. كونان يضيع سيكو. هذا الملعب تعيش أجواء هذه المباراة النهائية. الأسطورة أمامكم يا سادة.
هدف كالعادة. كريستيانو.